تراثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلنا على الله. بسم الله. ها، من الذي يريد السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه الكلمة نجدها في معاجم اللغة في مادة ورثاء، وعلى ذلك فأصل تلك التاء واو، والعرب على هذا النحو تقلب الواو تاء، فكأن تراث وراث، والوراث بمعنى الموروث الذي ورثناه، ومنه علم المواريث الفرائض، ومثلها تجاه، من وجاه من الوجه، ففيها أنك تضع وجهك هكذا أي تتجه هكذا وهكذا. فإذا عندما تبحث عن هذه الكلمة تردها إلى أصلها، تبحث في القواميس أو المعاجم فلا تجد كلمة تراث هكذا تاء راء، لا، تجدها في ورثة. فيتكلم أثناء ما يتكلم في ورثة عن تراث. فالتراث الشيء الذي قد ورثناه من الماضي، والشيء هذا قد يكون محفوظا مقدسا مثل القرآن الكريم ومثل سنة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون محترما مثل إنتاج الأئمة، فهو ليس معصوما وهو اجتهاد قابل للصواب والخطأ وقابل للمناقشة وللأخذ والرد، إلا أننا نحترمه لأنه صدر من الأتقياء الأنقياء العلماء مثل سيدنا الإمام أبي حنيفة وسيدنا الإمام الشافعي والإمام مالك إمام أهل المدينة رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء من الأئمة المجتهدين. نتاجهم الفكري أيضا يسمى تراثا. وأيضا التراث كل ما جاءنا وتقادم في الزمان، فتقريبا نحن الآن نعد التراث كل ما مضى عليه 100 عام، فكل ما كان من 100 عام أو يزيد نقول عنه تراث. فإنتاج سيدنا الشيخ البجرمي، حاشية البجرمي، والشيخ قليوبي، والشيخ عميرة، والشيخ البجوري، وهكذا أيضا من التراث، إلا أنه من التراث القريب، لأن الشيخ البجوري مات 1277 هجري، نحن الآن 1436، يبقى إذا نديله يعني 175 سنة ميت، هذا تراث. حاشية البجوري تراث، لكنه تراث قريب. نعم. وكل ما كان بعد القرن الخامس بعد الإمام الغزالي يعد من التراث الأصيل. فالغزالي هو الحد ما بين السلف والخلف، فالإمام البجوري يعد ما كان قبل 500. الغزالي ميت كم؟ 505، 505،
كل ما كان قبل الإمام الغزالي فهو من التراث الأصيل، وكل ما كان بعد الإمام الغزالي فهو من الخلف، وكل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. الله فالسلف الصالح تطلق ويراد منها القرون الثلاثة الأولى، جيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وتطلق ويراد منه 300 سنة، ويكون حدها الإمام أبو الحسن الأشعري، ميت 330. ويكون المعنى الثالث 500 سنة، ويكون حدها الإمام الغزالي رضي الله تعالى عن الجميع. إذن فالتراث منه مقدس ومنه محترم. أما المقدس فهو الكتاب والسنة، وهي مصادر الشريعة، وهي معصومة عن الخطأ إذا ثبتت قرآنا، وفي شك لا، في قراءات شاذة وفي قراءات متواترة. كم عدد المتواترة؟ 10، منهم 3 مندرجة في السبعة، 3 مندرجة في السبعة، أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، فهؤلاء مندرجين في السبعة. فساعات نقول 10 وساعات نقول 7، هي لأن أبو جعفر هو نفس رواية قالون عن نافع، هي لا تختلف إلا في 4 مواضع. وخلف هو راوي من رواة حمزة، ويعقوب وهكذا، يعني مندرجة بعضهم. ولذلك الإمام مجاهد عندما اختار 7. هل أنكر 3؟ لا، لأنها مندرجة تحت روايات 7. فبعضهم قال 7 وبعضهم قال 10، وهي مقدس. والشاذ يختلف فيه الأصوليون، فمنهم من يرده ومنهم من يقيمه مقام الرواية، رواية الآحاد. وألف فيه ابن جني المحتسب في القراءات الشاذة، فعد نحو 90 قراءة. والقراءات الشاذة سندها ضعيف وكأنها خطأ، وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا يقول وجاءت سكرة الحق بالموت، قلب خطأ. عذابي أصيب به من أساء من أشاء، في حقيقتها إيه؟ من أشاء، لكن هذا يقول عذابي أصيب به من أساء، هو المعنى صحيح لكن ليس فيه رواية هكذا. لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمون، ولكن لأن كل ما هو متلقيك فأنت متلقيه، معنى صحيح لكن الظالمون لم ترد، رواية ابن مسعود خطأ وقع فيه، زلة لسان، سبق لسان، حفظ خطأ، هكذا يعني. فنسميها القراءة الشاذة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فلا بد ساعتها إن إحنا نفسر الخشية بالاحترام، يعني أن الله يحترم يعني يرفع شأن العلماء. الخشية هنا لا يمكن تكون الخوف، حاشا لله، إحنا نخاف الله، الله مالك الملك. هكذا مقدس لا يمس. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهكذا. إذن أيضا السنة مقدسة لأنها من المعصوم، وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اكتبوا عني فوالله لا أقول إلا حقا، عليه الصلاة والسلام. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. إذن فالكتاب والسنة مصادر الحق، مصادر التشريع، مصادر الهداية، هدى للمتقين، مصادر الخير، وهي من التراث، لقول أبي هريرة عليكم بتراث محمد. فذهبوا في المسجد فوجدوا الناس يقرؤون القرآن. يبقى تراث محمد اللي هو إيه؟ اللي هو القرآن. إلا أنه في العصر الحديث أطلقناه على جزء فقط، لم نطلقه على الكتاب والسنة. لغة يصلح أن نقول تراث محمد الكتاب والسنة، ولكن اصطلاحا لا، خصصناه بالنتاج الفكري لعلماء المسلمين عبر القرون، سواء أكان في الشريعة أو في غير الشريعة، من الأدب واللغة ومن العلوم الأخرى كالجغرافيا كالكيمياء كالسيمياء كذا، كل هذا اسمه تراث، كل ما كان قد ورثناه من النتاج الفكري لعلماء المسلمين وحواضرهم. وهذه الكلمة شاعت وذاعت من قبيل الدكتور طه حسين. طه حسين هو الذي أذاع هذه الكلمة. طه حسين رحمه الله تعالى كان أزهريا، لكن روحه كانت يعني وثابة، تريد أن تطلع على العالم وتريد أن تفعل شيئا وهكذا. فحدث عداء بينه وبين المشايخ، وسافر إلى أوروبا إلى فرنسا وتعلم هناك، وأخذ الدكتوراه في ابن خلدون من السوربون، وتزوج فرنسية كان اسمها سوزان، وجاء مرة ثانية إلى مصر، ولم يكن على الجهة المرضية لدى عموم العلماء، إلا أنه لا زال يحب القرآن وكان يحفظ القرآن، وكان لا يزال يحب العربية، حتى إنه كان أحد أعضاء مجمع اللغة العربية، وكان يريد أن يخرج النتاج الفكري للمسلمين للناس. فلما تولى هذا الشأن، وقد تولى وزيرا للمعارف، وتولى عضوا لمجمع اللغة العربية، وتولى عميدا لكلية أداب جامعة القاهرة، وتولى هكذا شيء، أنشأ سلسلة تصدر عن دار الكتب المصرية فأسماها تراثنا، وبدأت الكلمة تشيع. فأخرج تفسير القرطبي من سلسلة تراثنا، وأخرج صبح الأعشى للقلقشندي في صناعة الإنشاء، وأخرج الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني أو الأصفهاني وجهان، وأخرج هذه المطولات نهاية الأرب في آداب العرب للنويري، وهو من بلدنا النويري، وأخرج مطولات هذا التفسير القرطبي في 20 مجلد، وصور الطبعة الأميرية القديمة للسان العرب لابن منظور في 20 مجلد، صبح الأعشى الأغاني وكذا، يعني مطولات أخرجها تحت كلمة إيش؟ تراثنا. وكما رأيت أنه أخرج أشياء يعني هي في الأدب مثل كتاب الأغاني، أو في التفسير شرعيات،
أو مثلا في نهاية الأرب هو كتاب جامع لفنون كثيرة إلى آخر. وأيضا أخرج كتب المعتزلة من مكمنها، وكانت كتب المعتزلة مهملة لما هو معروف من أن هذه الفرقة لم تكن على عقيدة أهل السنة والجماعة، فلم يهتم العلماء بنشر كتبها وإشاعتها وكذا. وأخرج من تراثنا أيضا ما كان لا يلتفت إليه إلا عند خاصة الخاصة كالشفاء لابن سينا. في هذه السلسلة 20 مجلد، وجلسنا نطبع في الشفاء هذا أكثر من 30 سنة. والشفاء كان يدرسه الشيخ محمد بخيط المطيعي، كان يدرسه في يوم الثلاثاء في بيته، يذهب إليه العلماء الخاصة ويقرأ الشفاء، لأن الشفاء هو يهتم بقضايا البرهان، والبرهان شيء عظيم يهتم بوحدة العلم، وهو ما ليس عليه الغرب الآن، لأن الغرب يهتم بكلية العلم وليس بوحدة العلم. فكان الشيخ بخيت حريص على أن يقرأ الشفاء والأوراق للقطب الشيرازي حتى يكون العقلية التي تواجه هذا الخضم الهائل مما نحن فيه رحمهم الله تعالى. فهذه كلمة تراثنا بدأت وشاعت وذاعت من حينئذ على النتاج الفكري للمسلمين عبر القرون، من غير تقسيم لما قبل 500 أو بعد 500 أو قبل 300 أو بعد 300 أو قبل العصور الثلاثة الخيرية أو بعدها إلى آخره. ولكنها عندما فعلت هذا أخرجت الكتاب والسنة من كلمة تراثنا، وإن كانت يجوز أن نطلق عليها ذلك لغة، إلا أن اصطلاحا لا يجوز، لأنه أصبحت هذه الكلمة خاصة بالنتاج الفكري، وحيث إن القرآن والسنة إنما هي من الوحي، حتى سمى الشافعي نبي الله صاحب الوحيين، الوحي المتلو والوحي الذي هو يفسر القرآن والسنة. إلا أننا لا ندرج كلمة القرآن والسنة أو القرآن والسنة تحت كلمة تراثنا، لا نفعل هذا، لأننا يختص التراث بكلمة. حاول بعضهم أن يلمح، لما لا تدخلون القرآن والسنة في تراثنا؟ وهذه المحاولة باءت بالفشل ولم يلتفت إليها أحد. لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق يعني إيش؟ أنه متجاوز الزمان والمكان، أنه قد خرج عن وقت نزوله فلم يرتبط به، وهؤلاء يريدون أن يرتبط به. فإذا كان القرآن قد ارتبط بزمنه فهو لزمنه، يبقى إذن كلام أهل السنة أن القرآن ليس بمخلوق كلام متين، الغرض منه أن يبقى القرآن خارجا عن الزمان والمكان وإلى يوم الدين. والذي يقول بأن القرآن مخلوق يربطه بزمنه، فلا يكون له أثر في خارج زمنه، لأن الزمن جزء من الحياة. فإذا كان كذلك والله أعلم بما هنالك، فيكون في عقيدتهم الكاسدة الفاسدة أن القرآن يختص بزمن دون زمن، وأنه قد ذهب أوانه، في حين أن أهل السنة والجماعة يقولون إنه صالح لكل زمان ومكان.
ولكل شخص وحال، وأنه لا يجب علينا أبدا أن نحصره في وقت نزوله أو أن نخرجه عن الحجية. وكلامنا هذا لا يناقض ما ذهب إليه مثل الشاطبي وغيره من أننا لا نفهم كلام القرآن إلا بكلام العرب، هذه قضية أخرى لا يلبس أحدهم عليك. نعم نفهمه بكلام العرب على عصر النزول، نعم نفهمه بكلام العرب على عصر النزول، إلا أنه ليس مندرجا في الزمان، الله هو خارج الزمان، وأداة الفهم إنما هي بلغة العربي وقت نزوله. فلو أن كلمة تطور معناها فسرناها في القرآن بدلالة تلك الكلمة في وقت النزول وليس في وقت التغيير. وبالرغم من ذلك إلا أنه مطلق. مطلق من ماذا؟ من الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، لأنه صالح للتطبيق حيث إنه العهد الأخير بين الله وبين البشر، فلا نبي بعده ولا رسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن هو العهد الأخير. يبقى إذن هناك العهد القديم التوراة، والعهد الجديد الإنجيل والرسائل، ولكن هذا العهد الأخير، The last testament، العهد الأخير، خلاص.